ما يخص النشرية الخاصة التي بثتها مصافي الأرصاد الجوية على ولاية الجنوبية للوطن هي يعني تبقى بغاية يوم الأربعاء 9 ليلا، ولكن هذا لا يعني أن الوضعية الجوية يعني هي مستقرة، نعم، ولكن لا يعني بلي درجة الحرارة تنخفض كثير، تبقى دائما درجة الحرارة مرتفعة على المناطق الجنوبية حتى بعد يعني انتهاء صلاحية النشرة، بما أن درجة الحرارة تقارب 46 درجة مئوية تحت الظل. كذلك تتوقع مصافي الأرصاد الجوية إن شاء الله ابتداء من يوم الخميس، إذن يومي الخميس وحتى يوم الجمعة، اندفاع الحرارة نحو المناطق الشرقية للوطن خاصة منها الساحلية. إذن تتوقع مصافي الأرصاد الجوية حوالي 40 درجة مئوية قد تسجل على المناطق الساحلية الشرقية للوطن، وكما ذكرت خلال يومي الخميس والجمعة. إذن فيما يخص العودة لدرجة حرارة إن شاء الله مستقرة وعادية أو فصلية، إن شاء الله ابتداء من يوم الأحد نعود إلى درجة حرارة فصلية على أغلب المناطق الشمالية وحتى على المناطق الجنوبية، وهذا بإذن الله. على العموم تعتبر وضعية جوية عادية، يعني ليست استثنائية.